وانا مش عايزه اسمع حاجه. لا هتسمعي، وغصب عنك هتسمعي. انا ياما طلبت من اداره السجن انهم يبلغوك ان انا عايز اقابلك، وهم يقولوا لي انك رفضتي، يعني حكمتي عليا بالاعدام من غير ما تسمعي دفاعي يا سياده الماموره. هتقول ايه؟ بريء، ما عملتش حاجه، كلمتين خايبين دايما بتقولهم قدام قدام المحكمه. طيب انتي ما فكرتيش انا اتمسكت ليه؟ وفكر ليه؟ ما انا عارفه كنت بتهرب 30 كيلو حشيش في عربيتي، عشان عارف ان عربيتي ما بتتفتش، علشان انا ضابط بوليس. استغليت مهنتي يا محترم. لا يا سيادة المأمورة، انا اتمسكت في كمين معمول ببلاغ عشان عربيتي كنتي فيها مخدرات. لا تفرق، تفرق كتير. ده مش معناه انك طول الوقت بتستغلني علشان انا في الداخلية وانت التاجر في المخدرات من ورايا. انت ما بتفكريش ابدا، ما سألتيش نفسك مين اللي بلغ عني؟ ولو بلغ عني ليه بلغ عن عربيتك انت؟ برافو مؤلف والله. هي دي بقى القصة الخايبة اللي قعدت تألفها في السجن عشان تيجي تضحك عليا، زي ما طول عمرك بتضحك عليا. لا يا سيادة العميد، انا مش مألف قصص، انا هقولك الحقيقة، بس خايف عليكي من عذاب الضمير اللي هتعاني منه لو عرفتي الحقيقة. عذاب الضمير؟ انت تعرف حاجة عن الضمير؟ كتر خيرك. الحقيقة بقى يا سيادة المأمورة، المخدرات دي كانت محطوطة في عربيتك انتي، والبلاغ كان متقدم عنك انتي، يعني انتي المقصودة مش انا. انا قدريا يوميها خدت العربية، فاكرة ليه؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ عربيتك عملت حادثة الصبح وكانت عند السمكري. ايوه كويس انك فاكرة. فاكرة ايه؟ مال اللي انت بتقوله باللي حصل؟ ايه التخاريف دي؟ زمان وانت لسه رائد يا سيادة العميد، كان عندك مسكونة اسمها حميدة ابو الفدا، فاكراها ولا مش فاكراها؟ ارجوكي افتكري يا نور، ارجوكي. بعد ما هربت من السجن خرجت تنتقم، بعتت لحميدة واحدة سمتها جوه السجن، وحطت مخدرات في عربية الرائد نور عز الدين، راح فيها ظلم جوزها المهندس عبد الجبار، وفضل طول الوقت ده مراته فاكرة انه تاجر مخدرات. وانت جبت المعلومات دي منين؟ بعد الحكم بثلاث سنين كنت قاعد في السجن مش عارف انا هنا ليه، ربنا بعت لي جوز حميدة قال لي على كل حاجة. يا نهار اسود، انت متأكد ان اللي اسمها سيدة البرعة دي هي اللي حطت المخدرات لمراتي نور في العربية؟ زي ما وصلت أشجال للسجن سمت مراتي حميدة الله يرحمها، وحرقت قلبي عليها ويتمت عيالي، عيالي اللي عايشين دلوقتي من غير أمهم اللي ماتت ولا أبوهم اللي مرمي في السجن. أنا لازم أطلب مراتي نور، لازم أطلبها تجيلي أكلمها، لازم تعرف الحقيقة، لازم. أنا في كابوس، أنا بحلم، أنا مش مصدق. هو أنا عشان كده كنت خايف عليك من عذاب الضمير.